طيب تعالوا بقى نروح نقدم لكم اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه مع مراسلنا محمد توفيق. احنا طبعا متعودين ان احنا نقدمها لكل حضراتكم من النادي الاهلي سواء في فرع الجزيره، الشيخ زايد، مدينه نصر. الجديد بقى هذه المره هنقدمها لحضراتكم من اهلي الاقصر. صباح الفل عليك، اهلا بيك. صباح الفل يا كريم، تحياتي ليك ولكل مشاهدي 10 الصبح في الاهلي. زي ما قلت احنا اتكلمنا وقلنا هنكون معاكم من كل النادي الاهلي في كل مقراته. حصل النهارده وللمره الاولى معاك في السبق ليك موجودين في النادي الاهلي الاقصر. حلو، انا بقى بص هسيبك انت تحكي لنا الاجواء عندك عامل ازاي، عامله ازاي، وبعدين انت اكيد خدت جوله كده تفقديه شفت فيها النادي اخباره ايه، مساحته ايه، ايه الخطه الموضوعه له الفتره الجايه ان شاء الله. بالفعل يعني كريم، يمكن الحمد لله الشرف ان دي رابع مره اكون موجود هنا في نادي الاهلي الاقصر. يمكن هقول لك الاجواء من بره النادي كمان الاول قبل جوه النادي. لا، حاله كبيره جدا من الفخر والفرحه من اهالي الاقصر هنا، مش بس اهالي الاقصر. لما التقيت باعضاء النادي الاهلي اللي عملوا عضويات بالفعل في اهل الاقصر، انت بتتكلم على المحافظات القريبه كلها، سوهاج، قنا، اسوان، اهالي الاقصر، شعور بالفخر والفرحه ان هم خلاص اخيرا بقوا جزء من عائله النادي الاهلي. كلهم بالطبع كانوا جزء من عائله النادي الاهلي كمشجعين، لكن كمان بينضموا لعائله النادي الاهلي الكبيره كاعضاء. وزي ما شفنا برنامج مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، عائله الاهلي بيتم تنفيذه وزياده. يمكن زي ما ذكرت في مقدمتك، النادي هنا هو احد ثمار الشراكه الكبيره جدا بين كيانين كبار النادي الاهلي العظيم والشركه الوطنيه اللي ولدت عملاقه شركه استادات القبضه ضمن الشراكه الاقتصاديه ورؤيه 2045. النادي هنا يمكن تم انشاءه على احدث طراز على مساحه 13 فدان، بيضم ملعب كره قدم قانوني بالمدرجات بتاعته اللي بتسع ل 5000 متفرج. طبعا تحت المدرجات مبنى كامل لاداره النشاط الكروي داخل النادي، بالاضافه لحمام سباحه اولمبي، يعني يمكن من اوائل حمامات السباحه الاولمبيه اللي موجوده هنا في جنوب الوادي وبالتحديد في محافظه الاقصر. كمان في حمام سباحه للاطفال، منطقه كبيره جدا ل يعني لعب الاطفال المختلفه موجوده لخدمه اعضاء النادي الاهلي. مبنى اجتماعي على اعلى مستوى، مبنى اداري من ثلاث طوابق يضم كل النشاطات الاداريه. يمكن النادي هنا بجد فخر لاي حد هيكون موجود هنا. فعلا قيمه النادي الاهلي بتتجلى بشكل كبير جدا هنا داخل اهلي الاقصر، انشاءات على اعلى مستوى. كمان يعني احنا بنتكلم على دور النادي الاهلي الوطني دايما، مش بس الرياضي، انك تبقى موجود هنا تخدم جزء غالي جدا من الوطن في جنوب الوادي وتحديدا في محافظه عزيزه على قلوبنا كلنا، محافظه الاقصر، انك تبقى موجود تؤدي دورك الاجتماعي لاعضاء. يمكن الناس كانت بتتكلم ان مفيش نادي اجتماعي بشكل كبير هنا يقدروا كأسر يكونوا موجودين فيه ومارسوا يعني يمارسوا الرياضات ويكونوا جنب أسرهم بشكل كامل ويكونوا عيلة كاملة. الناس كلها هنا لقت دوت في عائلة النادي الأهلي، كل أعضاء النادي الأهلي، كل جمهور النادي الأهلي هو جزء من العائلة الكبيرة للنادي الأهلي. وده زي ما قلنا يعني بيدل على الشراكة الكبيرة اللي ابتدت بين الأهلي والعملاقة شركة استادات، بداية من يعني بداية من استاد الأهلي والسلام، التطوير الهائل اللي شهدته قناه النادي الاهلي والحمد لله كنا جزء منه. كمان النهارده يعني اخر الثمار وليست اخرها، ان شاء الله في ثمار اخرى للشراكه الكبيره بين العملاقين الاهلي واستادات في الفتره الجايه. يمكن كمان بقى يعني سبق ليك زي ما قلنا ان احنا اول مره بنطلع باخبار النادي الاهلي من جزء من النادي الاهلي اهل الاقصر. النهارده ان شاء الله نبدا اخبارنا بقى من الالعاب الاخرى من هنا من اهل الاقصر. اول اخبارنا كانت فوز سيدات السله، طبعا احنا شهر مارس زي ما بنقول يعني شهر المراه واعياد المراه، فدايما النهارده معظم اخبارنا عن فرق النسائيه في النادي. يعني يمكن اول خبر معانا الاهلي بيفوز على هوليدو سيدات كره اليد في بطوله منطقه القاهره 23/9. المباراه يمكن الشوط الاولاني انتهى 16/8، الشوط الثاني يعني زي ما بنقول النادي الاهلي دخل فيه جون واحد، ده بفضل الدفاع المنظم جدا لفرقه النادي الاهلي، عملوا جيم هايل امبارح وقدروا يفوزوا بيه. طبعا النادي الاهلي متصدر بطوله القاهره، متصدر الترتيب كعادته. يمكن المباراه القادمه ان شاء الله هتكون للفريق مع نادي الزهور باذن الله يوم الجمعه المقبله. كمان يعني سيدات الاهلي او زي ما بنقول يعني ملكات سله الاهلي عملوا مباراه ولا اروع امبارح امام فريق الصيد، والمباراه انتهت بفوز الاهلي 84-53 في اداء. يعني اللاعبين كانوا في مستواهم امبارح، وكابتن علي هاشم امبارح يمكن ادار المباراه بشكل رائع جدا، ادى لفوز الفريق في النادي الاهلي بفرق كبير ومريح. وان شاء الله المباراه القادمه للفريق هتبقى امام هليوبلس يوم السبت المقبل.
كمان فريق المرتبط الاهلي مواليد 2000 فاز على هليوبلس 33-28 في مباراه كبيره، والفريق ماشي بشكل كويس ومتصدر البطوله. يمكن كان في اخر مباراه بس تعادل مع الزمالك، لكن الفريق النهارده في امبارح كان في فوز على هليوبلس، وان شاء الله يسير بخطى ويبقى مستقبل النادي الاهلي، ونشوف ابطال ان شاء الله يخدموا النادي الاهلي ويخدموا المنتخب القومي. الاجواء هنا رائعه، يمكن كمان احنا دايما متعودين بنتكلم على درجه الحراره، درجه الحراره هنا في الاقصر رائعه جدا، يمكن درجه الحراره اعلى شويه من القاهره، بنتكلم في 28-30 درجه مئويه، ولكن نسبه الرطوبه معقوله جدا، فده مخلي الجو رائع جدا لكل الانشطه. وخلال ساعات يعني الزف من خلالك بشره، خلال ساعات ان شاء الله كل محبي وجمهور النادي الاهلي هيشوفوا مفاجاه ساره جدا وحفل كبير جدا لان شاء الله افتتاح نادي اهلي الاقصر من هنا من الاقصر. نتمنى ان كل الناس هنا في الاقصر وده المتوقع من النادي الاهلي يلاقوا كل اللي هم محتاجينه ويبقوا جزء من عائله النادي الاهلي زي ما انتموا له كمشجعين ينتموا له كاعضاء، والنادي الاهلي دايما يقوم بدوره الوطني والرياضي ويفقى ان شاء الله رقم واحد في مصر والوطن العربي. الكلمه ليك كريم. جميل، وان شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق، حاجه فعلا تدعو للفخر. بنشكرك جزيل الشكر زميلنا العزيز محمد توفيق الموجود حاليا في اهلي الاقصر، يعني صرح جديد بيضاف لسلسله صروح يعني بتحمل شعار ولوجو يعني نادي القرن، نادي المحترم، النادي اللي عنده قيم ومبادئ بتتوارثها اجيال وراء اجيال، فطبعا الحقيقه حاجه مشرفه جدا، ومليون مبروك لكل القائمين على هذا الانجاز الجديد.